بالنسبة لي كعيان داخل الاستقبال، أنا عاوز أعرف إن أنا دلوقتي لو في كسر ولا مفيش، لو في كسر أنا هعمل له عملية ولا مش هعمله. إحنا عملنا خطة كده في مستشفى الحلمية، قلنا إن في كلمة اسمها بي في أونيو. بي في أونيو ديت بتعبر عن الحاجات اللي هي عبارة عن كسر وهيعمل عملية، بتتعبر في إيه؟ في 3 بي و3 يو و3 في النص. التلاتة بي اللي هم البولي تروما بيشنت ويز مالتيبل فراكشر، لو عين جاي متدغدغ عنده كذا كسر هشوف له الويت بيرنج فراكشرز واثبته. لو عين بايلاترال فراكشر، لو عنده ناحيتين الاثنين في دراعه مثلا مكسورين، مش هكبسه الناحيتين وما ياكلش، انا هعمل له واحده اللي هو مثلا ايده اليمين اللي بياكل بيها هثبتها له بمسامير او شرايح او بمسمار نخاع عشان يبتدي ياكل بيها، والناحيه الثانيه ابقى اكبسها له. الباثولوجيكال فراكشر ليه كرايتيريا معينه، بس عاده الباثولوجيكال فراكشر بنبقى احنا داخلين في فكره عمليات. لو في فراكشر واسوشيتد ويز فاسكولار انجري، كده كده انا هخش وافتح عشان اصلح الفاسكولار انجري. فانا لو انا سبت الكسر مكسور هيقطع تاني التصليح اللي انا عملته الفاسكولار، عشان كده انا ببتدي على طول واثبت له الكسر ده. النيوروجينيك انجري نفس الفكره، بس اكتر في حالات السباين، لو عيان جاي له فراكشر سباين ومعاه ان نيورولوجيكال كومبليكيشن عاده بفتح واثبته عشان اعمل دي كومبريشن للكنال. تالت حاجه اللي احنا بنستخدمها اليو بتاعتنا اللي هي اليونيون، لو عيان لحم او اللحم بتاعه اليونيون كان نون يونيون او مال يونيون، اذا فانا اكون حل ايه؟ ان العظمه ديت متنيه، انا هضطر ان انا اصلحها زي ان انا اكسرها واعدلها، ده طبعا بعمليه. او ان يكون العظم ده ملحمش، معنى ان هو ملحمش ان انا هضطر افتح واحط بون جرافت واصلحه برضك بعمليه. رقم اتنين الانستابيلتي. الانستابيلتي ده هي عباره عن منهج العظم في التروما ان جنرال كده، بيقول لك لو شافت مكسور وديسبليسد اكتر من 50%، لو انجيوليتد من 20 ل 40 على حسب العظمه، لو روتيتد زيرو انا نون اكسبتد، لو ارتكولار سيرفيس انا اكتر من 2 مللي لغايه الاكسبتنس. دي الكرايتيريا بتاعت البي في ان يو. في كلمه كمان بزودها معاها اللي هي دي سي او، الدمج كنترول اورثوبيديك. معنى ايه الدمج كنترول اورثوبيديك؟ ان انا العيان بتاعي دلوقتي لما حصل له التروما، حصل انفلاماتوري بروسيس نتيجه التروما ديت، خلت الانفلاميشن انفلير اب جوه جسمه. دلوقتي لو انا دخلته عمليات وعملت له عمليه كبيره وفتحت العضلات والسكين والسوفت تيشو وفتحت ده كله، هزود الانفلاميشن. في حاجه اسمها الانفلاماتوري ثريشولد، لو العيان وصل له العيان ده بيخش في دي اي سي وبالمونري كومبليكيشن وممكن يموت منه. عشان كده وجدوا ان انا بعمل له حاجه اسمها المينيمال سيرجري جاست تو سبورت ذا ليمب اند سبورت ذا لايف، بيقلل السيستميك انفلاماتوري بروسيس انتل ريتيرن اوف جنرال نورمال فانكشن. يعني مثلا ان انا دلوقتي هرد الكسر واحط له كبير، ديت مينيمال بروسيس ان انا اعملها، ان انا هرد الكسر واعمل له مثبت خارجي بس انا ما فتحتش لا جلد ولا سبكوتينيوس ولا تيشو، ما عملتش ديسكشن، جاست من بره كده ركبت مثبت خارجي. هي دي اسمها المبدا بتاع الدي سي او، وهو ده اللي احنا ماشيين بيه.